بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل دراسة باقي أنواع السريانات اللي بدأناها في المحاضرات السابقة وبنتكلم اليوم النهاردة على وجهة نظر تانية لتصنيف السريان 1 2 and 3 dimensional flow وهو توصيف السريان أو تقسيم السريان طبقا للكوردنيتس اللي بيتحرك فيها فاذا وصفت السريان انه بيتحرك في اتجاه واحد وليكن اكس او يكون واي او يكون زد لوحدها بسميها وان dimensional فلو وبالتالي بيكون عندي هنا v فانكشن في الاكس لو انا وهوصفه في اتجاه اكس وواي وزد يبقى بيعتمد على one dimension إذا dimensional اذا كان في اتجاه الاكس Two-Dimensional اذا كان في الاكس والواي والزد وبالتالي لما يكون واي ديمنيشن بيبقى الـتو كومبوننت التانيين بيساووا صفر، لما أجي أقول مثلا في الـتو دمنيشنال فلو يبقى أنا عندي فانكشن في إكس و y على سبيل المثال، ويبقى الثيرد كومبوننت بتساوي صفر، كذلك في الـثري دمنيشنال فلو يبقى التلاتة كومبوننت موجودين، وبتبقى في فانكشن في إكس و y و Z. لما بنيجي نتكلم على هنا ان معظم السريانات بتكون 3 دايمنشن سريان في بتاع البان سريان في المضخه سريان في التربينا معظم دي بتبقى 3 دايمنشن اوكي لكن انا هنا يهمني لما اجي اكتب كمان هتلاحظ ان انا لما كتبنا 2 دايمنشن كتبنا 2 وشرطه دي فلو وال3 دايمنشن كذلك لكن في ال1 دايمنشن لازم اكتبها 1 دايمنشن ما اقدرش اكتب واحد وجنبها دي لو كتبت كده يبقى غلط برضه عندنا وجهة نظر تاني لتقسيم نوع تاني من السريان اللي هو بقول عليه الروتيشنال فلو اللي هو السريان اللا دوراني يبقى انا بقسم السريان الى دوراني وسريان لا دوراني السريان الدوراني لو الاليمنت بتاع الفلويد اتعرض الى روتيشن سليم ده بسميه سريان روتيشنال فلو لكن لو انا عندي كان في تعرض للروتيشن وفي اجينست زي حاجه تمنع الروتيشن يعتبر ما حصلوش روتيشن بسميه الروتيشنال فلو سريان لا دوراني وده بيعني ان هو انه الالجبريك افريج اوف روتيشن واحنا هنشوف ان شاء الله ازاي بنحسب اللي هي قيمه الروتيشن او قيمه الفورتسيست احنا بنسميها يبقى الفلو بيكون عندي الروتيشنال فلو وزي ما نشوف ان شاء الله لو انا عندي الأوميجا اللي هنشوف عليها البورتيس لا قيمة ها بتكون عندي صفر يبقى السريان الروتيشنال فلو لو انا عندي ده ايلمنت من الفلويد وبدا يحصل له روتيشن زي ما شفنا فيه في روتيشن في الاتجاه ده وفي عنده عكس اليم دي الاثنين المحصله بتاعتهم لا طلعت بتساوي صفر هيبقى ما حصلش عندي روتيشن وبالتالي بيكون بسميه الروتيشنال فلو ان شاء الله هنستكمل باقي انواع السريان في المحاضره القادمه باذن الله